بيسان اسماعيل قبل شويه نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبه فيه هام اغنيه مسيطره هاي الحقيقه اسمعوا صوت طيبه وهي تقول انه الاغنيه مسيطره لبيسان طبعا بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفون من هي طيبه من الاساس طيبه هي بنفس الوقت تشتغل بنفس الشركه اللي كانت تشتغل فيها بيسان راح احط لكم طبعا هذا التسجيل الصوت وراح اقول لكم ليش بيسان خطات من حطت هذا التسجيل أنا سأل... 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 أل... دا اقول لك انا دا اقول حتى يكون واضح انت عدي... وعدش السورية. اوكي مثل ما سمعتوا حاليا ليش بيسان خطأت من حطت هذا التسجيل؟ اول شيء لانه بطيبه اساسا ما قالت هذا التسجيل هو موجه لبيسان او موجه اساسا لحنين قصير فممكن تكون اساسا بدها توجه الكلام لحنين قصير. ثاني سبب اللي هو ليش بيسان خطأت انه حطت هذا التسجيل؟ لانه هذا التسجيل راح يثبت انه بيسان دائما هي تسجل للاشخاص تسجيل اصوات وهذا بهالحاله ما حد راح يامن لبيسان انه يحكي معها بالواقع او بمكالمه. يعني بهذه الحالة بيسان صارت حالها حال الخفجي اللي يسجل لابن سوريا ونشر له بوقتها، لأنه هذا التسجيل يعني بيسان أساسا مسجلته قبل ما يصير بيناتهم خلاف، فليش من الأساس كانت بيسان جالسة تسجل؟ الله أعلم. الشيء الثالث والأخير اللي هو ليش غلطت بيسان نشرت هذا التسجيل الصوت؟ لأنه الأغنية وقصة حيدر جيتار وبيسان كلها صارت حاليا عند المحاكم. فهذا التسجيل بالنهايه ما راح يفيد باي شيء ولا حتى بالمحكمه اتوقع وانا ما متاكد ولكن راح يفيد بيسان بشغله واحده واللي هو انه راح تخلي متابعيها يحبوها اكثر ويامنوا او يصدقون يعني كلامها انه فعلا الاغنيه الها بالنسبه لطيبه طبعا طيبه ردت على هذا التسجيل الصوت قبل وبعد ما نشر هذا التسجيل ردت بحسابها بالإنستجرام على كل الاشخاص فكانت ترد عليهم وتقول انه بيسان سجلت هاي الاغنيه وهواي من الفنانات سجلوا هاي الاغنيه وهم كانوا يختارون الافضل وبالنهايه ما راح تقدر تسوي شيء لانه العمل محمي بحقوق النشر صار هذا انه صارت الشغله معقده وما حد راح يقدر يتهمها على كل بما انه هي صارت عند المحكمه فهم راح يعرفون كل شيء القصه يعني وبالنهايه طبعا رايكم اهم المحكمه فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالقصة وبس لهنا وصلنا لنهايه المقطع اتمنى المقطع عجبكم فلا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه ومع السلامه